ولن يتم تجسيد أو نجاح هذا المسعى الذي تبنته وزارة الاتصال إلا من خلالكم ومن خلال تصور تشاركي بارتيسيباتيف يتوزع بين وزارة تسعى إلى حسن الإصغاء والمرافقة لتكريس قوة الحق لا فورس دو لا لوا والدفاع عن الحريات وحق المواطن في الإعلام من أجل معلومة موثوقة ذات مصداقية. وطرف ثاني هو النقابة أو النقابات الصحفية التمثيلية القوية. لذلك دون إطالة أحيل الكلمة مباشرة إلى معالي الوزير وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ليعلن الدكتور عمار بالحيمر ليعلن رسميا عن افتتاح هذا اللقاء المفتوح. شكرا، فليتفضل سعادة الوزير. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا زملائي الوزراء الأفاضل، السادة الأمناء، العامون للاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة، ممثل وزارة العمل ومستشية العامة للعمل، السادة مدراء الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، الأساتذة الكرام، زملائي الصحفيين النقابيين، أهلا بكم جميعا مجددا. مرحبا بكم في لقاء أعتبره هام وحاسم لأنه منطلق تأسيسي ودوري لحوار هادف ومسؤول، وكذا تأكيد على مسعى نريد تجسيده في عمل تشاركي دائم ومتواصل ينبع من إرادة صادقة ومن الالتزام السادس لرئيس الجمهورية في تعهداته 54 من أجل إرساء صحافة حرة بلا قيود كل الحرية وفق ضوابط القانون وروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة التي نلتزم بها جميعا، وذلك في إطار ما أسميه ممارسة هادئة للحريات وعلى رأسهم حرية الصحافة. نحن هنا شركاء يعملون سويا على إرساء قواعد صحافة حرة متحررة وأيضا تنظيم هذه المهنة وإخراجها من الفوضى واللا قانون والجمود ومن إرث ثقيل وما يترتب عنهم من تجاوزات ومصالح لا شرعية وأفات أخرى. نريد تشخيصا دقيقا للوضع الحالي للممارسة الصحفية لنجد الحلول الأنسب لرفع الحواجز وأسباب المعاناة معا. نحن ملتزمون بالمرافقة والمساندة الفعلية والفعالة. لذلك ننتظر من الجميع أكثر فعالية وتجند للعب الدور المرجو منا أساسا فيما يخص المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المكلفة، أولا بأخلاقيات المهنة، ثانيا بالتدقيق أثناء منح بطاقة الصحفي المحترف، وثالثا التأثير الإعلامي لميدياميتري. هذه أولويات لعملنا لا يمكن أن نحققها إلا من خلال شريك نقابي تمثيلي وحقيقي وقوي. وأعتقد زملائي الصحفيين أن الإعلام والاتصال سيظل المحرك الرئيسي لكل عملية تحويل وتغيير. نحن واثقون أنكم على درجة كبيرة من الوعي بالتحولات
التي تشهدها الجزائر منذ انتخابات 12 ديسمبر الماضي، ونحن عازمون في الحكومة على تسديد كل تعهدات رئيس الجمهورية، وعلى الخصوص فيما يشمل قطاعنا بإرساء صحافة محترفة ومسؤولة في الوقت نفسه. فقناعتنا قوية بأن هذا المسعى سيوصلنا إلى نهاية المطاف والأهداف المسطرة علينا أن نتمسك لتحقيق ذلك بهدفين. الهدف الأول المنتظر منا هو تطهير علاقات العمل بشقيها ظروف العمل وظروف معيشة الصحفيين عن طريق توقيع اتفاقيات فرعية دي كونفنسيون دو برانش. الهدف الثاني هو الخروج من مناطق ما أسميه مناطق الضل، والتخلص من القوى غير الإعلامية التي تتمثل في أولاً العمل غير المصرح به، ثانياً التمويل غير المشروع، ثالثاً الأسماء المستعارة التي تسمح لمن لا علاقة له بالمهنة بالتسلل داخل القطاع وانتحال صفة الصحفي، رابعاً وضع حد للابتزاز والتصرفات الدخيلة على المهنة، خامساً وأخيراً الارتباط بقوى أجنبية مشبوهة. وفقنا الله جميعاً أيها الشركاء الأفاضل، والسلام عليكم. شكراً معالي الوزير المحترم. إذن جدول الأعمال سيكون على النحو التالي، واضح رسالة الوزير. نحن نبحث، وزارة الاتصال تبحث عن أن يكون شريك تمثيلي واقعي قوي، قد يكون نقابة، 12، المهم أن المجلس الوطني للصحافة بأجهزته سيكون من مسؤوليتكم. هذا هو الرسالة الواضحة باش ننتظموا، باش ندافعوا على المهنة تاعنا، على الاكزيستونس تاع المؤسسة تاعنا، على الحريات تاعنا، ولن يتم ذلك إلا بتجند كما جاء في كلمة الوزير أقوى، وبتنظيم قوي تمثيلي حقيقي. يجب على التجاوزات أن تتوقف، يجب على الرداء أن تمحي، يجب علينا أن ننطلق إلى الجزائر الجديدة بإعلام قوي كما جاء في رسالة الوزير. إذن سنفتح بعض الأسئلة، لأن هذه الرسالة بلغت. أن أجيب على سؤالين طرحا من قبل القاعة، وهما محل انشغال السيدات والسادة الصحفيين. أولهما يتعلق بإشكالية دفع رواتب تابعين لبعض الشركات اللي أصحابها موجودين رهن الاعتقال، وهذه الشركات والمؤسسات موضوعة تحت يد القضاء بحكم القانون. فهنا بودي أن أطمئن المعنيين أو الزملاء الصحفيين المعنيين بالإشكال، أن الأمر لا يتعلق بسوء نية من قبل المتصرف الإداري المعين من قبل قاضي التحقيق المشرف على الملف، ولا بنقص النية كما قلت أو سوء النية أو عدم الرغبة في دفع هذه الأجور. ولكن ليعلم الجميع أن القضاء لما استلم هذه المؤسسات ووضعها تحت يد القضاء، فوضعيتها المالية كانت وضعية مزرية، فهي مؤسسات كانت على وشك كيفاش يقولوا الإفلاس، كانت على وشك الإفلاس. ولكن الشيء الذي أعدكم به أني سوف أنقل انشغالاتكم كما هي وبرمتها وبكل صدق وبكل إخلاص إلى السيد قاضي التحقيق المشرف على الملف، لعله يجد حلا
لهذه المعضلة في أقرب الأجل. أما عن السؤال الثاني المتعلق بتحريك الدعوة العمومية ضد بعض الصحفيين، بداية أنا أجزم أنه ليس في المؤسسات العقابية الجزائرية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق أي صحفي رهن الاعتقال بسبب عمله الصحفي، وهذا لسبب بسيط وهو أن القانون الجزائري لا يسمح بإصدار عقوبة سالبة للحرية ضد أي صحفي بسبب ممارسته لمهنته كصحفي. لا لوا الجزائريه en l'occurrence le code de l'information ne permet pas de poursuivre les journalistes et de prononcer une peine privative de liberté à son encontre pour ce qu'on appelle les délits de presse. ولكن الا وانه الصحفي يبقى مواطن. الصحفي يبقى مواطن وفي حالة ارتكابه لجريمة من جرائم القانون العام فإنه يتابع ويحاكم وفقا للقانون، وفقا للنص المجرم للفعل المنسوب إليه. وفي علمي الصحفيين الموجودين اليوم رهن الحبس المؤقت في الجزائر هم محل متابعة من أجل جرائم القانون العام، ولا علاقة لهذه الوقائع بالعمل الصحفي وإن كانت تحت غطاء عمل صحفي. Donc il faut faire le distinguo. Il y a le délit de presse en lui-même qui ne peut être réprimé par une peine privative de liberté. Il y a l'infraction de droit commun qui doit être traitée selon le contenu du code pénal. Donc les deux journalistes qui ont, dont le cas a été évoqué tout à l'heure sont poursuivis pour des faits de droit commun conformément aux dispositions du code pénal et non du code de l'information. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Shukran jazilan. سنوي للصاحب المؤسسة الرومبوير على مستوى المؤسسة على مستوى القطاع على مستوى الوطني، هذه تحدث التمثيلية، لأن اللي عنده نقابة تمثيلية سنوي هو من حقه يمارس العمل النقابي. خاصة زملاء الصحفيين هذه نقطة مهمة جدا لأنه فيه عدة نقابات للأسف ما عندوش تمثيلية ولكن يقوم بإضرابات، يطالب بالحوار إلى غير ذلك، وهذا مش من حقه. من يمارس عمل نقابي هم النقابات التمثيلية واللي هي محددة في القانون الجزائري ب 20%، من يمثل 20% في هذه الفترة فهو يمارس العمل النقابي. إذا باش نوصلوا إلى هذه الممارسة النقابية في ظل القانون، زملائي أنا كنت نقابية عندكم زملائي النقابيين، لابد من التكوين النقابي. صدقوني العمل النقابي بدون تكوين نقابي كأنه جندي بدون سلاح. التكوين النقابي في دول أخرى هو شيء ضروري، 6 شهور لكل مندوب نقابي لابد يكون دير تكوين 6 شهور باش يقدر يمارس العمل النقابي، لأنه باش يكون في مستوى الدفاع على الحقوق المهنية والمعنوية للعامل، من جهة أيضا يعرف الوضع الاجتماعي والاقتصادي الوطني والدولي باش يكون في مستوى أنه يخدم عنده مسؤولية وطنية، مسؤولية نسموها مجتمعية. إذا باش يحافظ على الحقوق المهنية، يرتقي بالعمل كما تسمى العمل الصحفي، وأيضا يشارك في التنمية الوطنية. إذا ماذا بيا إذا ممكن تسمحوا لي السيد معالي الوزير كلمة السيد المدير العام للمعهد الوطني للعمل، يعطيكم كلمة صغيرة حول التكوين النقابي وأهميته في توقيت العمل النقابي. وشكرا، ونحن في الخدمة وخاصة في المرافقة. لاحظت أن الزملاء يتكلموا على الاتفاقية القطاعية، وزارة العمل مش هي تراجع الاتفاقية، الاتفاقية تراجعها النقابات، نحن نرافقكم في الاستشارة، نرافقكم في تطبيق الاتفاقية، الاتفاقية هي من حق النقابات، هي من تفاوض على مستوى فرقوا بين اتفاقية المؤسسة واتفاقية القطاع واتفاقية الإطار، إذا هنايا في كل نقابة عندها الحق تتفاوض على كل مستوى. هذه ما نقدرش نعرفها زملائي الا اذا كان هناك تكوين نقابي متخصص مع المعهد الوطني للعمل، وشكرا للجميع.
Pour nous, la formation, c'est le carburant de la réussite. On ne peut pas parler de syndicalisme. Nous avons les abdés de l'abdjadiyat, la loi 90-14. Le strict minimum. On ne peut pas conduire un avion avec un permis de véhicule, pour synthétiser. Donc, قبل ما المعهد مفتوحة مع الوزير لمرافقتكم مرافقة النقابات القطاعية من مستقلة أو أخرى UGTA. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. وماشي عيب إنسان يتكون. إحنا عندنا بزاف ذهنيات باللي كيفاش أنا على كوبريك راح نقرا لا. Les formations orientées, monsieur le ministre, c'est des formations pratiques. Qui obéissent à des demandes à la carte. Que ce soit avec nos amis syndicalistes, même au niveau des institutions d'administration publique. On accompagne l'ensemble des secteurs, et aussi le secteur économique qui est accompagné par des actions bien précises de formation. On apprend à nos apprenants que même les petites clés peuvent ouvrir les grandes portes. Je me limite à ça. Pour vous accompagner, accompagner l'ensemble des syndicalistes. Merci beaucoup. غير مشروع نعطيوها مهمة قياس نفوذ الصحف أو القنوات التلفزيونية لا ميدياميتري ما يسمى بالميدياميتري. وأيضا فيما يخص القضايا المتفرعة بالنسبة للصحفيين اللي يمارسوا في الجنوب مشكل النقل تاعهم مشكل تغطية الفارق في التكاليف عفوا فيما يخص توزيع الصحف كلها قلنا تجي بفضل تفعيل الصندوق الخاص للصحافة اللي كان مجمد منذ 5 سنوات في إطار تحضير القانون المالية التكميلي راح نقدموا اقتراح لتفعيل الصندوق الخاص بالصحافة لإعانة الصحفيين الجنوب فيما يخص كل الاهتمامات ديالهم نظن إلى جانب تفعيل أيضا آليات قانونية قديمة ونسيناها مثلا الوصول إلى مصادر الخبر فيها قانون تاع الشاذلي الله يرحمه ونسيناها تماما يلزم الإدارة بتقديم الخبر للصحفي لما يقدم نفسه إذا هناك إعادة بناء شامل للمنظومة الإعلامية في الجزائر نشرع فيها من خلال هذه الورشات هذه الورشة الثانية من بين 10 ورشات نكملوهم إن شاء الله من نهاية السنة والعام الجاي نديروا حوصلة ونديروا التقييم تاع العمل تاعنا في إطار مسعى 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 أساسي هذا مسعى الشراكة والحوار المستمر هذا واش عندي أقول لكم